من يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم يسير على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم في الدنيا. يكون الجزاء يوم القيامة بأن يسقى من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يبتدع يخالف شريعة النبي صلى الله عليه وسلم هذا يبعد عن الحوض لا يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. دعوة لغا إذا جين واقع روحون أتدينا أتبايمر صلى الله عليه وسلم تن خي تن تات ولا جين واقع روحوني إذا لابد من الاتباع للابتداع تن ديلا وين تحديك بايمر نيك تحدي وزر دوشن تن تنغا كل هما تديش تنغ تعتقيش